اليمني جول 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 جول. بعد إنجاز مهمته المنتخب الوطني للناشئين في عدن، عودة حملت معها شرف التأهل إلى نهايات كأس أمم آسيا للناشئين لعام 2018 والمقرر إقامتها في ماليزيا. المنتخب الذي وصل إلى مطار عدن على متن طائرة خاصة أقلته من مطار صلالة العماني حظي باستقبال شعبي ورسمي كبير بعد تمكنه من اجتياز منتخبي قطر وبنغلاديش في التصفيات التمهيدية. الإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني للناشئين والذي جاء في وقت تمر فيه البلاد بظروف صعبة كان محل اهتمام الحكومة التي نظمت حفلا تكريميا لاستقبالهم، مبدية استعدادها للعمل على تهيئة كل الظروف والإمكانيات أمام المنتخب لمواصلة تحقيق نتائج مشرفة في النهائيات القادمة. اليمن كلها إلى جانبكم، الدولة كلها إلى جانبكم، الشعب اليمني كله من أقصى إلى أقصى إلى جانبكم. شكرا جزيلا لكم، شكرا على كل عمل عظيم قدمته لبلادنا. رفعت راية اليمن عالية وقدمتم للمجتمع الدولي صورة مختلفة عما يجري في بلادنا. إنجاز المنتخب دفع برئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى إعلان التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لجميع المنتخبات الوطنية والأندية الرياضية في البلاد، ما قد يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية مستقبلاً. بن دغر أكد أن الحكومة اعتمدت مؤخراً عدداً من المشاريع الخاصة بتطوير البنية الرياضية في بلادنا، بما يكفل إعادة الروح للنشاط الرياضي في جميع المحافظات. وفي الوقت الذي تعيش فيه البلاد وضعاً إنسانياً صعباً نتيجة حرب الميليشيا، جاء إنجاز المنتخب الوطني للناشئين ليضفي قليلاً من الفرح على جيل كاد الحزن أن يغيب ابتسامته.